يقول السائل: ما حكم من يكون حديثه غالبا حول الأمور الدنيوية في المسجد أو المصلى؟ يكره للإنسان. وأنا أشوف كثير من إخواننا هداهم الله يجلسون في المسجد الحرام حلق، ويرتفع ترتفع أصواتهم بالضحك وبالكلام وبالمزاح، وهذا غلط. أنتم في مسجد، في المسجد الحرام، في أعظم البيوت على وجه الأرض، الواجب أن تستغلوا الوقت بذكر الله، التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، صلوات النوافل والطواف، بدل أنكم تجلسون تضحكون وتتمازحون وتتذاكرون أمور الدنيا. هذا خسارة عليكم، هذه فرصة ضيعتموها. الواجب أن الإنسان يستغل وجوده في هذا المسجد ويشتغل بذكر الله وطاعة الله والحسنات والاستغفار والتوبة، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. وكذلك في بقية المساجد، الإنسان إذا دخل المسجد فهو في بيت من بيوت الله، لا يتكلم إلا بقدر الحاجة وبكلام يسير ومباح، ولا يكثر من المزاح والضحك وضياع الوقت.